بقى من شهر اتنين كده لشهر ستة هنكون معاكم بنتكلم طبعا على كأس العالم وازاي هنبقى متواجدين في كأس العالم يا رب دايما نبقى احنا في تصنيفات مميزة دايما خلي بالكم المباراة ووصلنا لكأس العالم هيعلي تصنيفنا في التصنيف الأخير إن شاء الله للفرق في الفيفا بالتالي كل التوفيق لمنتخبنا الوطني في الفترة القادمة ولكن عايز أقول لكم بقى بعض الأخبار زي ما أقول لكم احنا الافراح مستمره لبطوله أو وصلنا لكاس العالم جمهورنا واحنا والاعلاميين وكل الاعلام الاعلام سعيد كلنا سعداء شفنا كابتن مدحت شلبي وهو متالق انا بعد ما رجعت طبعا سمعت المباراة وشفت المباراة يعني لو احمد معانا حتة كمان حتة الكوميكس وحتة السوشيال ميديا ما بعد المباراة كانت جميلة جدا بنضحك كلنا سعداء كلنا مبسوطين كلنا في حالة نشوة ووصلنا لكأس العالم دي حاجة جميلة بتخليك أنت وأنت بتقرأ حاجة مثلا كوميكس موجودة على الفيسبوك ولا على الانستجرام بتنبسط بتبقى سعيد بالرغم مثلا إنها ممكن تكون تريقة على حد ولا 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 لكن طبعا يعني أكتر كوميكس ممكن يكون علق معايا كمان إن جايبين شخصية الكحيت لما إحنا بنتكلم كده الفنان الكبير أحمد بدير وهو بيقول يعني الواحد بيبقى زعلان قوي إزاي المنتخبات اللي ما بتتأهلش دي عايشة إزاي من غير ما تتأهل لكأس العالم طبعاً إحنا بقى لنا 28 سنة فإحنا لما بنرجع لكأس العالم بنشوف بقى إن إحنا بنعمل كوميكس وأعتقد المصريين دمهم خفيف ودائماً مبسوطين دائما باستمرار فبالتالي يعني معانا كوميكس ده اه انا مش عارف الارجنتين ده لا دي دي كوميكس تاني لكن طبعا وهولندا وفرنسا والبرتغال مش عارفين ازاي يصعدوا لكاس العالم طبعا المصريين فظاع في هذه الجزئيه ازاي بيحولوا فرحه او حزن لحاله من الكوميكس او الكوميديا دائما المصريين عندهم حاله كده احنا فعلا دي مجموعه طبعا من الكوميكس اللي موجوده على فيسبوك هولندا لم تتاهل لكاس العالم ايطاليا والارجنتين امام فرصه صعبه للصعود ايسلندا أس... تشارك في أه 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 المرة الاولى يعني ده الكوميكس الموجود طبعا انا مش شايف أه تحت في ايه مكتوب ولكن طبعا ده كوميكس موجود دائما وباستمرار المصريين لو اعرضه اي أيوة. واحد اه ايه يا ملوك اللعبه الكلام على ايه طبعا مصر بتقول للبرازيل والمانيا يعني حاجه طبعا ده الفنان احمد مكي وطبعا معايا الفنان الكبير عزة أبو عوف وكوميكس شغال على هذه أو وصلنا لكاس العالم وبعد المباراة تعرف تتكلم روسي محمد صلاح محمود تريزيجي وإحنا طب وإحنا عاوزين إيه أكثر من كده طبعا كابتن مدحت شلبي بيقول كلم بالروسي سمعتها بعد المباراة طبعا طبعا دي كانت حاجة جميلة من كابتن مدحت وإن هو طبعا دائما هو متالق في هذه المباراه كابتن مدحت شلبي دائما هو مميز في التعليق واليوم ده كمان كان يوم خاص لفرحه مصر هو طبعا بكى بعد الهدف الثاني وده اي واحد مصري يعني انا واحد من الناس وضربة الجزاء كانت موجوده كنت مدي ظهري واول ما الهدف جه انا الصراحه يعني دموعي نزلت لان طبعا وصلنا كاس عام دي كانت امل كل مصر كان املي انا امل اجيال كتير كانت توصل لكاس العالم حققوا هذا الجيل عايز اقول لكم بقى كابتن مدحت شلبي وهو بيتكلم روسي هو روسي روسي يعني كابتن مدحت شلبي اللي تالق في تعليقه لهذه المباراه بشكل كبير فاشكره طبعا على هذا التميز الكبير طيب أيوه.